الو، شكون؟ اهلا، صباح الخير عزيزتي. وانا اقول شكون طلبني وانا ناكل؟ لا لا، نقصد ناكل في الحسابات. اي قاعد ناكل في الحسابات ناكله. اي شنو هي؟ عصام ولد خوك؟ اش بيه؟ مش تبعثولي؟ يا عايش عزيزتي، مش قلت لك ما عادش دخل لي حكايه الفاميليا في الخدمه؟ هي ما عندناش بلايص، ما عندناش في كيفاش؟ نعم، كيفاش نحطوا فيهم بلاصه معز في الكافيتيريا؟ انت معقوله؟ باهي باهي، لا لا لا، ما تبعثوليش توا، ما تبعثوليش توا، عايشك اتونا نطلع لك انا ونحكيو في الموضوع. باهي باهي، نعم، هبط لي بعدها. وين هبط لي؟ هاو قدامي. وي والله قدامي يا سيدي. باهي باهي، داكور دو، تفضل تفضل. شنو احوالك يا رجل عمتي؟ الحمد لله، توحشناك برشا. حتى انا زاد توحشتكم. بابا يسلم عليك. شنو احواله؟ يسر عليك الخير، عايشك. وقعد. سامحني كان قسيت عليك فطورك. لا لا، مانيش قاعد ناكل، انا قاعد ناكل. عمتي قالت لي انت عندك بلاصه لي انا في الحانوت. شوفي عايش ولدي، باش نتفاهموا من طويكة، هذه راهي ما اسمهاش حانوت، اسمها سوبرات. سوبرات؟ ايوا. وكانك على البلاصه هنا وليدي، والله ما ما نعدك بحد شيء، والله البيدجي هك ما نعرفش على السنيك كيفاش نكملوا هكا البيدجي. توا كان قلت لكش بلاصه من هنا المده اخرى، تو نكلمك. مالا كمل كسكروتك شاي طيبه، انا نطلع الفوق بحذا عمتي نقول لها اللي انت ما قلتليش بلاصه. لا لا يا ودي، ودي مانيش قاعد ناكل فيه كسكروت، انا عندي وقت للماكله وعليا. او دي الكسكروت هذا حجزته للساده خاطر فطمت بيه في الخدمه. تقعد تطلع على عمتك تلواها يا راجل، تنفضوها رجال بين بعضنا يا راجل. باهي يا سيدي، الله يبارك. اتو مالا نمشي ونعملوا دوره في السوبرات ونقدمك للبيرسونال الكل. واذا لزم ابدا من تو. من تو؟ اي عايشك. من تو ابدا. بارك الله فيك. عايشك عمتي، باش تفرح. هاي الشوكولاتة، هاي الشوكولاتة، هاي الشوكولاتة، شوكولاتة. نعم. سي عصام، نقدم لك إلا خديجة، هذه سبيسياليست عنا. كل ما يجينا نوع جديد متاع شوكولاتة ولا نوع جديد متاع بسكويت تذوقوا وتقولوا لنا بنين ولا. إلا خديجة تعرفت عليها أول ما جيت لهوني، فرحت بيا برشا ودلتني على البيرو نتاعك. هذا وجه. لا يضر لي فرحت بالشوكولاته اكثر. تعرف عمي، ما ثماش حاجه تنحي ستريس قد الشوكولاته. داير خدمه خديجه كل حسابات. قد ما تاكل الشوكولاته وشويه. عايشك، على الاقل جي واحد يعرف قيمتي. اي صحيح. باهي، على كل حال هاني انا وسي عصام نعملوا في دوره في السوبرات. كان جا صلاح نتاع التلافز ناديلي. هاي ستي. ربي عينك. من حينك عاد هو قال لي هز دبشك من هوني على خاطر هذيك بلاصتي ما نساش ننصب فيها، وانا اخوك مستلبس. طلعتني كلبه بنت الكلب عيني حمار، وقفت قدامه وقلت له شوف خويا العزيز، انا مانيش متحرك من هوني، وكان مش عاجبك بابا نفضوها بالطريقه اللي تعجبك. سافا ياك رعبته؟ مش رعبته وسكت يا بهيجه. الراجل هو وقف قدامي بجابته، وانا قلت مزمر عليك يا معز. يا اخي بعد ذور لي كريجه يا كاوة، خاف واعطاها لسبيل. تي يا بابا بطل انت. اي يا برسلين في فيها يا ماتو. قال لي اما يخلط له السدير مار بتاعه. هاي سي عصام تفضل، هذه الكافيتيريا. وهالجميع المحلقين نبداو بسيم معز لاهي بالكافيتيريا، وسي الصادق اللي زعما زعما لاهي بالدبو. بهيجة انا اسمي بهيجة. نتشرفوا. وانا عصام تلميذكم وخدامكم. حشاك انت لا بهيجة، انت في مقام اختي الصغيرة. وحشمتني. ما يزيدش تلاميذ. ولا يضر لي صلاح جاء. اما صلاح يا عم اش يهمك انت تلهب خدمتك. عصام باش نخليك بحذا صادق تو يكمل يعمل بيك دوره في السوبرات ويوريك الخدمه، ومن بعد تعدل لي البيرو. حاضر عمي. حاضر عارفي، يلزمني نستانس. ايجا عصام تشرب قهوه؟ عايشك. قهوه لعصام معز. ملا تقرب لعرفنا انت؟ انا عصام كيفي كيفكم، مش على خاطر نقرب لعرفكم باش تعملوا لي معامله خاصه. تدفنا معز؟ اه، الرجال ولا بلاش؟
كلامك عسل لي قطة. يعيشك. هذه لغة حفظناها معون صنعة. أي عيسى. يعيشك. أي باش توريني الخدمة ولا أنا بديت نقلق راه. عيشة عيشة. ان 44 مش ياسر هذي؟ بربي سامحني سي جمال، لو كان تشوف التي اش تي. تي اش تي؟ اي كان هكاك راهي التصويره ما ثماش جمله. وي مالا شو ستابيليزاتور؟ تلفز جدد ما عندهم ستابيليزاتور. شو مالا تيوب كاثوليك؟ شفتو ولاباس عليه. زيد شوف. لا لا عاد ليش اشوف انت عاد؟ شنو تو؟ كي تعرف علاش معيط لي خويا؟ سامحني سامحني انا في بالي هكا نعاون فيك وبرا على النص وبرا هكا. باهي يظهر لي السيركوي نتاع الصوت محروق. راني رجعت لك التصويرة. ايه؟ وغدوة نجي ونجيب معايا سيركوي جديد نراجعه لك وتو يرجع الصوت. باهي الله يبارك. وي مع السلامة. تفضل مدام. على السلامة. تفضل. يا اخي قل لي يا اخي مازلت ما جبتش زجوجل توا يا سي عزيزه. زجوجل علاش تحبني نبدا نعصت قبل بشهر؟ ما هو على خاطر كيف تجيب زجوجل على بكري تبيعوا الكل وبسوم باهي. باهي لله الله يبارك. جماعه اخرى وتفقدنا. اوكي بسلامه. سلامه زجوجل توالي انت زجوجل زجوجل. مالا سي جمال كيما تفهمنا ها؟ هاوكا اليوم التصويرة وغدوة بقدرة ربي الصوت. إن شاء الله. إن شاء الله. أهلا بسلطان التربية. شنو سربي لك قهوة؟ علاش ليه؟ وقداش تحب فيها سكر؟ ولا تعرف كيفاش؟ انت غطي صبعك في القهوة هتتولي حلوة بطبيعتها. خاطرك انت عسل لي قطر سي عصام مش هكا؟ يا سي معز هم نعلمك حاجة. أنا ماني شاطر شراه. سمعتك بكري تمتم والحكاية ما عجبتنيش. هذاك علاش أنا جاي توا باش نحكي معك راسك. معز خويا عايشك فيسا كابوسان في بوبلي خليت الكاميون يخدم قدام السيبيرات خايف يحط لي خو الخال. عايش خويا. يا خويا ما ريتنيش نحكي علاش تقص على كلامي؟ هاك خويا معز ايش بيه السيد؟ ايش بيه السيد؟ معز تحب نفسر لك معناها السيد تقص على كلامه؟ يا خويا يا خويا احترم نفسك انت. شنو اللي قلت لك؟ شنو اللي قلت لي؟ نحكي مع الراجل تقص علينا كلامك هكا؟ والله يا الوليد عصام هذايا طلع يركب 66 كيف متربي. كنت سخايبه مش يطلع جدور لبوه. نجم يكون مشروع صانع هايل. ايوه شكون نحكيو؟ شعنا نحكيو اخويا عصام نحكيو على صحبتنا. صحبتنا؟ لا نحب نولي صاحبك لا تولي صاحبي. نبه عليك تشد ببوشتك وتريث. شبيه الراجل خرج يجري. اهلا باختي بهيجه. الراجل هذاك كان يحكي في البورتابل قصه وخرج يجري. ان شاء الله لاباس هكا ولا سي معز؟ تحب حاجه سي عصام؟ سي عيط لي عصام حاف. ترزم في فمي حشمتني سي عصام. نقصد عصام. حتى انا حشمتني وحمرت لي وجهي. ضامر ياسر معز. مستعد نزرق لك عينك زاد. ثم الراجل تاع قبيله عليه شعمل لك؟ شعمل لشكون؟ لا لا يحكي على الراجل تاع قبيله خرج يجري. تعثر تاح مسكين قومته وانا نظفت له حوايجه وطبطبت له على كتفه ومشى على روحه. اوه يزيني لقينا الدعتر زاده. اللطف عليك. ركبت الدومره. يا عزيزتي وفيتش من التليفون. لا 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 والله نفدلك معاك والله نفدلك معاك. اي وي
يذوق فيه ماهوش خايب بالكل. ليه؟ ايه ودي جردي. اي اي وي دقيقة عزيزتي ما تعلقش. شو تحب؟ باش نقول لك حاجة. شنو هي؟ انت تعرف عرفي أحسن حاجة عملت كي جبت الطفل عصام يخدم معانا وزيد من هذا ودول وشاف الوقت المناسب. اي اي اسمع ليه؟ ولا صحبة هو سي معز؟ شو؟ لا ظهر فيه طفل متربي وثيقة. قول لي عرفي أنا راه جيتك على موضوع مهم. راني بصراحة تعبت. ماذا بيا سي معز يرجع معايا في الدبورة وحيلي تتعدى. مشيت راني. عطاو نخمم فيها المشكلة، عطاو نخمم فيها. تفضل يا صادق برمش يرجع لخدمتك. برات التليفون. ألو عزيزتي سامحني عطلتك. أي أي. إي لا وسيس وظهر فيه زاد ثقة. أي أي. باهي. يا لملا مبروك عليه الخدمة. أي من غدوة تو رجع معز للدب ومع صادق وهو يشد الكافيتيريا. أي توا باهي هاني طالع. اسمع نبه عليك زاد تبدا تحكي وترمي في المعنى. نعلقك من شوفر عينيك تسمع فيه ولا نجبد لك وذنيك ونقربتهم في راسك. تسمع فيه ونبعث لك فاكس. كيفاش قام الفاكس خويا عصام وكي تربط لي وذنيا كيفاش تحبني نسمعك؟ سامحوني جيت باش نشرب شربة ماء قبل ما نمشي نخدم. مرحبا بيك اختي بهيجة. تحب شربة ماء باردة من الفريجيدير؟ تحب قهوة؟ يا لله شنو هاد الليل اللي هبطت عليك؟ ما تقوليش وليت متربي خاطر سي عصام عداك. لا معز متربي وذكي ويفهم على الطاير. بشفاك. يشفيك خليني نمشي. بهيجة بربي لا تمشي وتخليني وحدي. تخاف انتي تمشي وانا توحشك. ليه لهكا نولي ما عادش نعقلك؟ مشيش انا زاد تبدل وانتي فيك طفشه تتبدل. فكرتني في الغبره اللي باش نمشي ننفضها لا يجيك اسسمو وينقب لي نهاري. اسسمو راك وسمعك اوفا. اش تعمل بحال قال انا في الكافيتيريا ومسايب السفرات؟ عارفي الغلطه مني انا راه انا شديتها بالاسئله فيما يخص الخدمه هي تجاوب فيا الحق. يا باهي ما نمسلش. مالا كان تحب ترتاح ولا حاجه مش مشكله. ترى بعت معز يرصف في السلعه في بلاستك. عارفه والكافيتيريا يا هو عصام هوني خليه يتعلم الصنعه. ماك تعرف تسربي القهوه؟ نعرف عارفه نعرف حتى كما نعرفش نتعلم. يا اخي انا جاي لهنا باش ناخذ البريميت وشهريه بركه حاب نتعلم. وجارتك اللي لبس عليها انا كيف هزيتها عندها شويه سخانه من الاول الحق تفجعت. اما كيف وصلنا غادي فرحوا بينا وهنيونا طلعونا في بيت واسعة فيها زوز فروشات وتلفزة ونيميريك كل الواحد يصيف عندهم. ايه انسى عليكم اما ناقص كان باش يعشيوكم. يا سيدي كاينك حاضر عشيونا وجابوا لنا التاي وشبعت باب زمان وبعد هبطوا جارتي عملوا لها تحاليل الدنيا والدين وبعد عاودوا طلعوها وجيها الطبيب صغيرة حليلته يهبل عامل مراية نظر على عينيه يقتلوا. شنو غنيش سخانات تعداتك اللي كنتي احشم طبيب قد ولدي عاد حصيله. جاء الطبيب وشافها وشاف التحاليل وبعثها تعمل تحاليل اخرين وقال يلزمها سبيسياليست. مالا زادوا عاودوا بدلونا بيت ما اكبر خاطر باش يجي سبيسياليست يشوفها. مالا كان قال لي يلزمها فرورو في سيرهم حطوكم في سويت. يا سيدي عاودوا عشاونا وجاء سبيسياليست وشاف التحاليل القدم والجدد وعطاها تعمل راديو وايكوغرافي. وش طلع عندها؟ باقي ما عرفوش. وليو عملوا لها سكانير من قبها لصبع ساقها الصغير وبعد جيوها طبت الكلينيك الكل في المرياتهم حتى من الطباخ جاء باش يعرف قديش يحط لها ملح في السحور. باهي والمم مفيد شطلع عندها المراه. يا ناري على جار حتى شيء عندها شويه بروده دايوغ سخانه تحت لها في ليلتها وحتى تروح هما جابوا لها الفاتوره هي قراتها جهه ذيق نفس لعبت عليها الدوخه وقلبها بدي دفتك 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 رصت لهم رقدوها جماعتين اخرين.
يعجبك ذكرتني في واحد صاحبي مش مشى للدونتيست باش ينحي زرصه اول ما بدا نحالو زوز اللي بجنبه قال جو باش يدخل الكل هاو بلومبي سيد بس مازال كي كمل نحالو ثلاثه الفوقانيين قال جو زاد كي قلع ما يضرب امه راح له فمه لا هو طبيب الحق الدونتيست قوي كي كمل نحالو السته اللي مش جنب الاخر مش يسفينو صديقو يولي قد قد اي داويولوش الزرصه المريضه لا كي تي صح نحاها الزرصه المريضه نحاها وكمل نحالو ناب قال جو عنده بروبوسيون على نش الزرصه ينحي الناب ليش نحالو نحالو الطبيب دربوك هكا توا سي عصام نتاعكم يجيب منين على التوشه ها عامل لي فيها ماخذ جايزه في التربيه وهو اسقط منه ما ذماش والله عرفتك باش تغير منه اما حرام عليك تتهم في الراجل عليه غير منه توا انا وليدوني فيس عمل لكم تلامس حتى من بهيجه مسحوره طفله تبع فيه كي الكنيش انت ما تعرفش بهيجه يا ويحو الراجل يخزر لها ولا يتبسم لها ديجا عطالي تتخيل فيه لبس كسوه كحله وسوريه بيضه وبابيون والمصور شلك 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 يصور يا عجب توا كانت قدامي ما عادش نضبط ولا شنو صباح الخير يا صاحبي اهلا بالهادي صباح الخير صباح النور عندك جواب جواب يطلع شي مطبوع بالاحمر ولا دريسه تتقرا من برا من السيلوفان ايه ايوه مالا هذه فاتوره مالا رجع حالهم وقول لهم المعني بالامر ما لقيتوش يجي يقص عليك الماء والضوء الدريسه يطلعها على البلاصه صحيت عزيز ها شكون السنه الجديده اللي جبتوا لهلك بالكافيتيريا هذاك عصام ولد نسيبي هذا اللي يقولوا عليه شيطان ويحب المشاكل واللافاريات تيمي با دي تو با دي تو موفيز لانغ طفل متربي راسه من القاعه ما يهزوش كلمه ما يقولهاش ابو السلام عليكم وعليكم السلام اي في الامان بسلامه هادي عايشك شنو سي جمال تي هكا ثلاث ايام توا قل لي رخيتها قطعه تقصد السيركوي هاني جبته معايا هاي باهي وتوا مثبت اللي البان من القطعه هذه لا سامحني سامحني خدم على روحك خدم على روحك حقها يعطيك الصحه اللي سلكته لي مع عرفك النهار والنجم ما مدلكش يد المساعده ايا قل لي امشي وما عادش بكري انا النجم نقول لك امشي انت راكي تبدا بحدايا نفرح برشا راهو انا حبيت نقول لك سلام بربي معز هوني انا معز شبيك يا سيد داخل هكاك ما تحترمش زوز يحكي مع بعضها ما تقص عليها مكايا سامحني اش تشرب اخويا انا هاني مشيت شنو اخويا تبقى سخونة مكبوب على راسك ونحط لك طرف بن في مكتوب سروالك ونخلط عليه قمصان مسخون هذيك تسمى قهوة امبوختي اللي تراه صالح تحبها بالحليب ولا بلاش كيف ما تحب كيما نحب كاس ولا كوبلي اللي ساعدك انا زعما تنشربها مني الماكينة منك الماكينة ايش نفسر الماكينة يودي تخدم سو تونسيون هكا يتعملش كور سيركوي زادة ما تخافش مستانس هذا السيركوي الفاسد هذا هو اللطف يودي تطلعش حكايه فيزيبل وبرا زعما يطلع الطقس باهي غدوه السيركوي ما حبش يدخل لازمني نبرد له شويه في ساقيه. خويا دبر راسك هذايا صنعتك هذايا انت تعرف تفهمها انا خطيني شو دخلني انا. اما تتحمل مسؤولياتك خويا العزيز. انا هاني باش نمشي للكاسه شويه. اما كي نرجع نحب نلقاها تتكلم. هذه ما تطلع كان حكايه فيزيبل.
تطلعش الحكاية بالحق في زيبي. أشرقت الأنوار، مرحبا. الله يعينك سي عيسى. أي نشربك حاجة؟ كوني هكا بالهف، ما تجيش تقول عليا في الكيسة من فيا، ولا بهجوج ما خذيتك الوقت الكل. تقصد بهيجة؟ هي صحيح طفلة تحفونة وباهية، أما خسرتها ما تحبش تشد لسانها. تمام، صار؟ في بالك لأن نقدرك ونعزك برشا. ميرسي. ما نحبش فيك حتى كلمة هكا دوني. أو ميرسي. أما توما زوج صحاب، وأنا ما نحبش نشعل النار. علي، تكلم أحكي مستمع. أما توعدني ما تعودش. إيه به يحكي بركة. توعدني ما تعودش ولا؟ يحكي تكلم. به، امبارح وأنا نحكي عليك، نشكر ونمجد. يا أخي وجهها تقلب. أبو. قالت لي مشيش في بالك اللي خديجة مرأة طيبة، هذاك كل وجه سوق. أنا؟ أي أنت. شوف أمك طيب وش يطلع منها. وعدتني ما تعودش راهو، أنا ما نحبش المشاكل. صبايا جيب ربي انت جيت في الوسط كانش انا نوريك اش نعمل فيها عزوز تستوت. باهي هكا حتى صباح الخير ما عادش يقولوها لي زايد الدنيا مع الواقف. سامحني اش تعمل هنا انت؟ تحب نعيط لعرفك؟ تو ماكش ناوي تنحي السقوطيه نتاعك؟ يودي سيبها راك جرتلتها. سيبها راك جرتلتها. والله تقتل بالضحك يا معز. تعرف شنو ناقصك انت؟ كان جاو عينيك زرق راك تدبرها في السينما. بربي. صباح الخير. صباح النور، اشرقت الانوار. يا سي عصام حشمتني. نهار وجهي باش يحمر وما عادش يرجع نورمال. اللطف عليك، ما يزيش عندك البو معناها نقصد وجهك حلو. البو شنو؟ شنو كنت باش تقول لي تو؟ انا كنت باش نقول حاجه. اي بجاه ربي اللي تعود لها خديجه. شو مدخلها خديجه في الحكايه؟ هي قالت لي على المرض نتاعك. انا مرض؟ نعرف انت ما تحبش تحكي عليه. حكيت لي على البوسوفير اللي بالله عليا لطف. طرش قالت لي زاده، قالت لي انت رقدت عامين في منوب. اوو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 
أنا ما شفت لها تنخرج لها الغيرة من عينيها. بجاه ربي لا، مش وعدتني ما تقولهاش، نعرف كرزينة وعاقلة. كان ما جيتش أنا عندي ثقة فيك، والله ما نقولك. صح عليك يا خديجة، وكان ما جيتش أنت بيناتنا نوريك أنا المصفارة والمهبولة شنو نعمل فيها. وسع بالك. يا اخي شباب بهيجه متغشه وتعفس بندير تقعر. هي ما حكتلكش؟ لا لا. تحب نحكي لك؟ بالطبيعة مال شنو؟ انت كيف صاحبي راه؟ يا ولدي راك صاحبي راه شبيه. في بالك اللي المعلم شطرد زوز خدامه؟ يلزم من لعبك. على خاطر افاريات السوبرات مش قاعده ماشيه. اوه شو هذيك؟ قرر عرفك العزيز اللي باش يخلي طفله طفله. هذاك علاش خديجه دزت مينا البهيجه. اما معز شبيه معز. انا ما نحبش نقول حاجات على الراجل هكا ولا هكا راه. اما شنو اما؟ انا راجل تو تقول لي غلطي الدرب صغيره شبيه. شو معز صاحبك هذاك قلقال يمشي لعرفك وكل مره يرمي مينا واحده ليك وواحده ليا، تعرفش علاش؟ علاش؟ قول لي قول. على خاطر يحب ينطر البلاصه. يعجبكش انت هذا المعز اللي نقول خويا وصاحبي وقد ما تفتفنا ما ولع من السوبرات انا وياه يعمل هكا من اصبر النار هذايا. يا والله يا تعرف سيدي اش قال فيك بلا في انا؟ ايه قال اللي انت عامل بالعالي زعما ظهر في روحك طيبك ايه، اما انت في الاصل بابا باندي وتهدد فيه. انا توا هكا انا باندي؟ ربي يهديه. ربي يهديه. تعرف شنو ربي يهديه؟ ياك المكتب له كل واحد راه. بالله معز قد نك وعبيله هكا انا قد جاك شعمل فيا هذا يخلني بابا بطالة. والله ربي يهديه معز. ربي يهديه معز. عارفي يلزمك
تلقى لي حل في البهيجه. نهار وطول وهي تقطع فيها وتريش، وكان تحب تسال عصام تو يقول لك. شو هذا؟ عارفي يزبك تشوف لي حل في سي عصام هذا، ما يساعدنيش النهار كامل مارشني هو ويهدد فيا. عارفي انا يلزمك تلقى لي حل مع اللي خديجه، نهار كل هي تقطع فيها وتريش تخرج فيها في الاشاعات. لا عارفي عارفي شو في حل، عارفي شو في حل، نهار كل يعمر فيك بالعمل بالطرنات. شو عصام هو اللي قال لي بهجوش من نهار كامل وهي هففت هبط فيا ريش. شنو ايوه عصام هو اللي قال لي خديجه قالت عليا اللي انا عندي بوصف فيه. فيزيبل 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 ايه بابا حبيت تفسر لك اللي انا سيي شربكته في بعضهم. ايه شربكته في بعضهم شو ايه مال شنو حبيت اقول لك ليه هو يطرد الخدامه نولي انا الكل في الكل هكاك نجم نشيخ الحركه ايه مال شنو يعيشك بابا يعيشك ليه الامور منظمه هي فهمتك دونك كلمك يبا عارفني شنو شفتها هذه هي كاميرا هذه ساره تخدم هذيا سامحني عارف تخدم ساره يا اخي انا اش عملت وهذه شفتها شنو هذيك هذيك توريني اش قاعد صاير في الكافيتيريا الكل وسمعتني زاد اش كنت قاعد تقول بوك في التليفون سامحني لحظه نفكر كاميرا اي حنك الباب عارفني سامح لك الباب حنك الباب اخرج الله يهلك شكون كان سبب الله يهلك شكون شتي دورة والله تبارك الله عليك يا عرفي تعرف تستاهل بوسة منك بوسة كانت تحبوا تصفيق أخرى مثال الو عزيزتي منوبي مين انتك سخنتك مرتي